نشرت ميليتيرا ووتش أن المقاتلات الجزائرية سوخوي 30 ام كي اي أطلقت صاروخ كروز مضاد للإشعاع في مناورات للتدريب على مهام ضرب الدفاعات الجوية. وفي 21 من يونيو نشر الجزائريون على حد ما قالت ميليتيرا ووتش صورا لمقاتلات ثقيلة من طراز سوخوي 30 ام كي اي للقوات الجوية في مناورة تدمير منظومات الدفاع الجوي. ويجري في هذا التوقيت بالتحديد استخدام الصواريخ الاعتراضية الكي اتش 31 بي، إذ في وقت تتأثر فيه المنطقة بمناورات الأسد الأفريقي التي استهدفت في تدريبات سابقة الآس 300 والأربعمية الجزائرية، فإن مثل هذه المناورات اليوم وبهذه الصواريخ الاعتراضية تعد بمثابة الرد المنطقي على الدورة الحالية للأسد الأفريقي. وتعد سوخوي 30 ام كي اي العمود الفقري للقوات الجوية الجزائرية بستين طائرة وسبعين ان نفذت روسيا كامل الطلبية. والسوخوي 30 طورت لإدماج كل التكنولوجيات المواجهة للمقاتلة الملغاة المواجهة للتفوق الجوي السوخوي 37. الطائرة تتمتع بقوة طيران باتجاه الجزء الكبير من القارة الأوروبية وفي أجواء عالية يمكن أن تنفذ مهامها، أي إلى حدود ما تسميه الجريدة بحد أرمسترونغ. وهي أي هذه الطائرة تحمل رادارات قوية ومواجهة لحماية النطاقات الجوية وحدودا أكبر من بلاد هي الأكبر في أفريقيا من حيث المساحة. والجزائر إلى جانب الهند والصين استخدمت صواريخ الكي اتش 31 وإلى جانبها الكي اتش 31 بي باستخدام التعديل المضاد للملاحة المستخدمة للقصف في السلاح المتعدد المهام والمستخدم عن مسافة بما يتجاوز 3 مخ، مع تعديل موجه للإشعاع محدد في 110 إلى 130 كيلومتر. والطائرة تحمل ما بين 4 و6 للخلية. الصواريخ المضادة الأشعة مع قنابل تصل إلى 90، زنتها تصل إلى 90 كيلوغرام، هي اليوم قائدة العملية المضادة ضد الأسد الأفريقي. كذلك الأمر بالنسبة للصواريخ المضادة للإشعاع قصيرة المدى من الكي اتش 25 بي، وتنفذ على أهداف بعد عزلها بالدفاعات الجوية البعيدة المدى. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق الأوسطية. بثقة وحزم تتحدث ميليتيرا ووتش عن إمكانية ضرب الصواريخ التي في السوخوي 30 الجزائرية لمنظومة باتريوت وعزلها نهائيا، خصوصا بالنسبة لإسبانيا. فحيث تكون منظومة باتريوت فهناك بالفعل ما سمي بالكي اتش 31 بي المعدل، والموجه اساسا لتجاوز امرين مهمين للغايه. نتحدث من الناحيه التقنيه، الامر الذي بدا في البدايه مع فوركس او هذه المنظومه الاعتراضيه للحرب العالميه الثانيه، ومنذ تلك اللحظه والامريكيون يسعون ان يتفوقوا في هذا الوضع على وجه التحديد في منظومات مضادة للإشعاع، وهي بالأساس موجهة للدفاعات الجوية. عملية مدروسة، أي أننا أمام مضاد للإشعاع لعزل الدفاعات الجوية. إذا نتحدث عن قفزة وطفرة استثنائية بجميع المقاييس، خصوصا ضد الباتريوت، وهذا هو الشيء المؤكد إلى حدود هذه اللحظة، إذ سنرى بشكل واضح للغاية ما يسمى تماما في المنظومة الأمريكية بالوايلد ويزل. الوايلد ويزل التي ذكرتها المجلة في الماجازين، هذه في العنوان المقصود منها تماما هو حالة المضاد للإشعاع العازل للدفاع الجوي وعن مسافة. هذا هو القصد من هذا، يعني نتحدث عن ابن عرس
البري، ابن عرس البري هذا مشهود. إذا الوايلد ويزل، ويزل بتضخيم الزاي أو بالبريتش بتقليلها، أيا كان ويزل أو ويزل، فالعملية كلها اليوم تأتي من أجل متابعة ما كان من تقنية أمريكية في الحرب الكونية الثانية. الأمر هنا دقيق للغاية، إذ سنجد على أن هناك ترتيبين أساسيين في هذه العملية. منذ فرات عموما، منذ هذه العملية في الحرب العالمية الثانية وبتطويراتها في كل الحرب الباردة، ووصولا إلى الكي اتش أو الإكس 31 من جهة، والإكس 31 ليس لديها هذا التعديل على صعيد الملاحة، وأضاف الروس تقنية استثنائية بهذا الاتجاه. إذا منذ فورت وإلى وايلد ويزل وجدنا على أن هذه العملية عملية مدروسة، عملية يمكن اليوم الأخذ بها والقول مباشرة أن الجزائريين يمتلكون هذه التقنية، خصوصا بالنسبة لما لدى السخوي 30. عندما تدار العملية الآن، أكبر عملية قد تتحول إلى حرب إقليمية أو دولية، وهي الآن لديها طابع دولي، نقصد العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا من طرف روسيا، ورغم ذلك لم تستخدم السخوي 30 لأنها موجهة لحفظ الحدود وهي ثقيلة، وقد تستخدم في مرحلة إلى الآن لا حاجة لها. يعني أن الأمر بالنسبة لحرب مثل أوكرانيا مثلا لا تحتاج لها، قد يكون مجرد استعراض قوة أو لبعض المهام فقط، ولكن ليس بشكل روتيني، لأن الروتينية كانت بالسخوي 34، والسخوي 30 موجهة أساسا لمثل هذا العزل للدفاعات الجوية. وقد قامت روسيا في حالة العملية ضد أوكرانيا باستخدام الكاليبر من الغواصات أو من الفرقاطات، يعني بحريا الكاليبر البحري هو الذي حسم المعركة ضد البنيات التحتية وحماية الحدود في اللحظة التي وصل فيها الروس بقواتهم إلى كييف قبل الانسحاب. إذن الوضعية الحالية التي يمكن اليوم العمل عليها هو الوصول إلى سياد. سياد هذه المقصود منها الضغط على الدفاعات الجوية للعدو. إذن هذا هو التكتيك المباشر بالنسبة للسياد، SEAD. وهكذا يمكن أن نؤكد على أن بالنسبة للأير ديفنس عموما والدفاعات الجوية على وجه التحديد ومنه الباتريوت، فإن الجزائر قامت بهذه المناورات ضد الباتريوت وضد الدفاعات كلها التي لدى الأمريكيين ويمكن تسطيرها في هذه المناورات. ونرى الآن وبشكل واضح الرسالة السياسية في 21 من يونيو. هنا كانت مناورات 2021 بالنسبة لمناورات الأسد الأفريقي كانت ضد صواريخ دفاع جوي S-300 S-400. هذا بالنسبة لل 2021. ماذا رد الجزائريون؟ رد الجزائريون بالسياد بهذه التقنية، بما سمي أخيرا بابن عرس البري بهذه المناورات، عزل للدفاعات الجوية بما فيها الباتريوت. أنتم عزلتم البارحة، عزلتم الأس 300 الأس 400، ونحن نعزل الآن باتريوت بالكي اي 31 المعدل. إذا نحن نتحدث اليوم عن رسالة قوية للغاية يمكن تفسيرها على هذا الأساس، خصوصا وأن ميليتري ووتش تشهد بأن التسريبات التي حدثت من الجيش الجزائري تجاه جزائريين، الأمر لا يتعلق بتسريب الجيش الجزائري من خارج أي للصحافي أو لغيره، لقد سرب تماما الجيش الجزائري لنشطاء جزائريين أو لمؤثرين جزائريين بتعبير ميليتري ووتش هذه الصور المؤكدة عن الجيش،
إذا التسريب صحيح يؤكده تماما خبراء الميليتري ووتش. وخبراء الميليتري ووتش الإشارة فقط أفتح قوسا لأغلقه. هناك على الأقل اثنين من الذين هم روس، يعني لا داعي لتفاصيل كثيرة لأن اليوم يشتغلون كزملاء صحفيين، لكن على العموم هناك من كان في مرتبة عسكرية متقدمة في داخل الجيش الروسي وإنجليزية عالية بالإضافة إلى صحفيين آخرين. على كل حال لا داعي لهذه التفاصيل كلها، إنما المهم أن خبراء ميليتري ووتش كخبراء أفيا برو هم خبراء يؤكدون صحة هذه الصور، وهذه الصور موجهة أساساً للباتريوت وموجهة على العموم لما سمي بالاستياد، وهذه لعزل دفاعات الجوية للعدو انطلاقاً من العزل الإشعاعي وعزل بعيد المدى ثم قصير المدى، هذا للضبط فقط. وهكذا يمكن اليوم الوصول إلى خلاصة مركزية أن هناك اعتبارا أساسيا لما بعد فورت إلى الآن عبر الوايلد ويزل كما ذكرنا، ومن ثم إلى عزل الباتريوت. وعزل الباتريوت هو الرد الجزائري القوي على ما حدث في نسخة 2021 بالنسبة للآس 300-400. إذا المناورات الجزائرية بالسخوي 30 لعزل الباتريوت ببساطة شديدة كانت هي رسالة 2022 على ما حدث في وقت سابق بالنسبة للآس 300 والآس 400. وهناك تقنية مواجهة للإشعاع في حدود 130 كيلومتر، وهذا يعني الوصول إلى الأهداف بسلامة وأمان أكثر. إذن تسريب هذه الصور عن مناورات جزائرية والأمر لا يتعلق بشكل رسمي، إنما بنفس الشكل الذي ظهرت فيه وبطريقتها أفريكوم أرسلت أن هناك مناورات بالآس 300 والآس 400. صدقوني إن قلت أن في اللحظة التي كان فيها تقييم بشكل كامل لما يجري حاولت أن أعيد هذه الثانية أو الجزء من الثانية التي لا يظهر فيها وجه، والمؤكد أنها تكون أعدتها أكثر من 35 مرة من أجل التأكيد هل الأمر يتعلق بالآس 300 والآس 400، لأنها لا تتجاوز 14 ثانيا، ولذلك فقد كررتها قبل أن أعلن بشكل مباشر ورسمي أن أفريكوم قامت بمناورات في جلمين ضد الآس 300 الآس 400 في منطقتين. إذن الأمر الآن أصبح فيه رد في النسخة 22 وبطريقة غير مباشرة أيضا بتسريب من بنفس الطريقة بأن الجزائر قامت بمناورات لعزل الباتريوت في إسبانيا، وبهذا يمكن إرسال رسالة إلى كل حلفاء أمريكا أن الباتريوت بالنسبة للجزائر شيء متجاوز ببساطة شديدة. ومرت العملية كلها من الجيش الجزائري تجاه المؤثرين الجزائريين، وهكذا تأكد لدى الخبراء ميليتري ووتش. الآن أفيا برو ستنشر الخبر بعد ساعة أو أقل لتأكدها من نفس الصور. أيضا بالنسبة لإيجيا تايمز الآن تأكد لديها هذا أن هذه الصور صور حقيقية، لذلك فنحن مع هؤلاء جميعا نؤكد على أن الأمر يتعلق بمناورة تعزل الباتريوت عبر السخوي 30، وهذا ما أجمعت عليه جميع هذه الصحف من مراسليها الآن قبل النشر وبعده لا يهم هذا، ولكن المهم هو التثبت من الصور بالنسبة للسخوي 30. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.